واصل مسؤولون من ميانمار زيارتهم إلى مخيمات اللاجئين من مسلمي روهينجا في بنغلاديش، وذلك لمحاولة إعادة 100,000 الذين فروا من ميانمار على إثر استهدافهم في عام 2017. المزيد في التقرير التالي. زيارات متواصلة يقوم بها مسؤولون من ميانمار إلى مخيمات اللاجئين من مسلمي روهينجا في بنغلاديش، والمسعى محاولة لبدء عملية لإعادة 100,000 الذين فروا من ميانمار على إثر حملة عسكرية استهدفتهم في عام 2017، وفي أكبر مخيم للاجئين في العالم والواقع في منطقة كوكس بازار في بنغلاديش. عقد وفد برئاسة السكرتير الدائم لوزارة الخارجية في ميانمار اجتماعا مع قادة اللاجئين لمناقشة احتمال عودتهم إلى الوطن، وبينما يعقد الاجتماع تجمع اللاجئون تحت المظلات في أمطار غزيرة خارقة الاجتماع في انتظار أنباء إيجابية تخرج من المحادثات. محادثات طلب خلالها لاجئو الروهينجا الاعتراف بهم كجماعة عرقية لها الحق في التمتع بالمواطنة قبل العودة إلى ميانمار، وزادوا على مطلبهم بالحصول على تعويضات عن أعمال العنف التي ارتكبت بحقهم. اجتماع لم يتمخض عن شيء ولم يتم التوصل خلاله إلى اتفاق ليتقرر استئناف المحادثات في المخيم. وفيما تقول ميانمار إنها أبدت استعدادا لقبول عودة اللاجئين وقيامهم ببناء مخيمات قرب الحدود لاستقبالهم، يقول آخرون إنها لم تقم بشيء يذكر يمهد لعودة 100,000 من لاجئي الروهينجا من بنغلاديش المجاورة، على الرغم من إعلانها أنها مستعدة لبدء استقبالهم. إذن أكثر من 700,000 من الروهينجا اضطروا للفرار من غرب ميانمار إلى بنغلاديش بعد تعرضهم لإبادة جماعية، آملين في التوصل إلى حل لأزمتهم والعودة إلى ديارهم.